بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في هذا الكون الرهيب الذي نعيش فيه، يوجد هنالك قانون يشمل جميع الموجودات، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، وهذا القانون هو قانون العلل والمعلولات. كل مخلوق في هذا الكون يشمله هذا القانون. هذه الظواهر التي نلاحظها في عالم الطبيعة، نجد أن وجود بعضها يستند إلى وجود البعض الآخر. الظاهرة المستندة تسمى علة، وفي منطق القرآن الكريم تسمى سبباً، فأتبع سببا. والظاهرة المستندة تسمى معلولا وتسمى مسببا. هذه الظواهر، الظواهر التي هي علة والظواهر التي هي معلولة، نجدها في كل مكان. إذا أردتم أن تبردوا الغرفة تشعلون المكيف، فوجود المكيف علة وسبب، ووجود البرودة معلول ومسبب. الموقد علة، والدفء الذي يوجده الموقد في الغرفة معلول. مع وجود العلل والمعلولات، ما هو دور الدعاء؟ هل قانون العلل والمعلولات يلغي دور الدعاء في هذا الكون؟ الطالب يريد أن ينجح في الامتحان، هنالك طريقة واضحة، أنه يذهب يذاكر يطالع فينجح في الامتحان. فما هو دور الدعاء في نجاح هذا الطالب؟ عندما يوجد هنالك مريض، نراجع الطبيب ونأخذ منه الوصفة ونعمل على مقتضاها. فما هو دور الدعاء في شفاء هذا المريض؟ وهكذا بالنسبة إلى بقية شؤون الحياة. هل قانون العلل والمعلولات يترك مجالا للدعاء في هذا الكون؟ في الإجابة على هذا السؤال توجد هنالك ملاحظات، ولكنني أكتفي ببيان ملاحظة واحدة.
وهذه الملاحظة أن العلية والمعلولية هل هي صفة ذاتية كامنة في أعماق العلة أو أنها صفة مكتسبة؟ الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، ولكن هل العلية وصف ذاتي؟ العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار يشير إلى هذه النقطة المهمة، ويذكر بأن عقيدتنا بأن هذه الصفة صفة مكتسبة. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى صفة التأثير للعلة، وفي أي يوم من الأيام تعلقت إرادة الله سبحانه وتعالى بسلب هذه العلة هذه الصفة، هذه الصفة تسلب، تلك العلة لا تعود قادرة على التأثير في الشيء المطلوب. النار كما هو واضح علة للإحراق، ولكن هل هذه صفة لا تنفك؟ الجواب لا. نمرود عندما ألقى إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه تلك النار العظيمة التي أعدوا لها أشهراً طويلة، وكان الطائر عندما يحلق على آماد بعيدة كان يسقط ويحترق. تلك النار العظيمة قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. النار مو فقط لم تحرق وإنما تحولت إلى برد. في الروايات أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أخذ يرتجف من البرد الذي بعثته هذه النار، وكاد أن يموت كما في الروايات لولا أن قال الله سبحانه وتعالى كوني بردا وسلاما، فأصبحت متعادلة. النار تعطي هذه الصفة ولكن بإذن الله. إذا تعلقت إرادة الله سبحانه وتعالى بسلب هذه الحقيقة أثرها لا يعود لها أثر. الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء خطب خطبة مفصلة، فقام هنالك رجل وقال يا حسين انظر إلى هذا الماء يجري كبطون الحيات، لن تذوق منه قطرة حتى ترد الموت. تريد أن تمنع شخصا من الماء، لماذا تجرحه بلسانك وبكلماتك؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه دعا عليه وقال ما مضمونه اللهم لا تروه من الماء أبدا. بعد القضية كان هذا الرجل يعطش يطلب الماء، من الذي جعل صفة الإرواء في الماء؟ الله سبحانه وتعالى، كل شيء بيد الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ في آية أخرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كان يشرب الماء ولا يرتوي، يطلب الماء من جديد لا يرتوي، وهكذا كان يشرب الماء إلى أن كان الماء ينصب من فمه ويقول العطش العطش، وظل على هذه الحالة إلى
and mosque. هذه الآثار، هذه المسببات كلها مرهونة بإرادة الله. قد تهيئ جميع الأسباب والعوامل الظاهرية، ولكن إذا لم تلجأ إلى الله سبحانه، لم تلجأ إلى أبواب الله سبحانه وتعالى الذين جعلهم أبوابا له، وابتغوا إليه الوسيلة، الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقطع الارتباط بين هذه الأسباب وتلك المسببات. ولذلك من الضروري نحن في جميع شؤوننا في الدائرة الشخصية، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في المشاكل، في الأزمات، أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في الدائرة الأخروية، دائرة الآخرة التي هي حياتنا الحقيقية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الحياة حياة مؤقتة، وتغر وتضر وتمر وتنتهي. كم نعيش في هذه الحياة؟ أقصى ما نتمنى أن نعيش 100 عام، ولكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. يجب أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى الدائرة الأولى، يوجد في الروايات إن الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراما. البلاء يتجه نحو الفرد، والعياذ بالله أمراض خبيثة، سيارة تدعمه، ولده يسقط، ولكن الدعاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى يرد هذا البلاء ويرد هذه الآفات. بالنسبة إلى الدائرة الثانية وهي دائرة الحياة الحقيقية، هنالك في الروايات أنه لا ينال ما عند الله إلا بمسألة الله. يجب أن نتضرع إلى الله أن يجعل عواقب أمورنا خيرا. في الروايات يوجد أنه يأتي هنالك مؤمنان متماثلان من حيث العمل، لا يزيد أحدهما على الآخر، صلاة هذا مشابهة لصلاة ذاك، عبادة هذا مشابهة لعبادة ذاك، فيرى أحدهما صاحبه فوقه. يوجد في الروايات أنه بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض ونجوم السماء. كيف ننظر إلى نجوم السماء؟ الدرجة الدانية تنظر إلى الدرجة العالية هكذا، فيقول يا رب لماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى لأنه كان يدعوني وكان يطلب مني ولم تكن تدعوني وتطلب مني. ففي دائرة الاهتمامات الشخصية وفي دائرة الحياة الحقيقية يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه كل شيء. يا موسى في الحديث القدسي، سلني حتى ملح عجينك وعلف دابتك في كل صغيرة وكبيرة. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه من فقهائنا العظام، وهو الذي صنع الحوزة العلمية في قم. هذا الرجل كان يعيش بجوار الإمام الحسين صلوات الله عليه مدة طويلة، وأصبح مجتهداً قادراً على استنباط الأحكام الشرعية هنالك.
في يوم من الأيام يأتي إلى الحرم المطهر، رزقنا الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل زيارته إن شاء الله. يأتي ويخاطب الإمام الحسين. الإمام الحسين صلوات الله عليه باب من أبواب الله، والطلب منه طلب من الله سبحانه وتعالى. يأتي إلى الإمام ويخاطبه كأني قد أصبحت مجتهدا وتكاملت من الناحية العلمية، ولكنني أريد أن أكون آدميا، أريد أن أكون إنسانا. الإنسان الواقعي مقام عظيم، العلم أمر متيسر، ولكن أن يكون الإنسان إنسانا حقيقة هذا أمر مشكل جدا. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وكن شفيعا عند الله حتى أصل إلى هذه الغاية. يأتي مرة ومرتين وثلاث مرات. في الروايات يوجد أنه ألح في الدعاء إن الله يحب العبد الملحاح. نحن ننزعج من الإلحاح، نحن البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء. يأتي ويلح ويلح. في يوم من الأيام تنكشف له معادلات أخرى. إحنا مو فقط نعيش في ضمن معادلات مادية، هنالك معادلات معنوية أيضا تحكم هذا الكون. يرى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في الضريح وهو يشير بيده إلى شخص ويقول عليك بهذا. ينظر إلى تلك الجهة، يرى رجل عادي يصلي في حالة القنوت. لحظة المكاشفة تنتهي ويعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. الشيخ يقوم من مكانه ويتوجه إلى تلك النقطة التي أشار إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يأتي يرى نفس ذلك الشخص خلف الضريح وهو يصلي، يجلس إلى أن ينهي عمله ويخرج من الحرم يتبعه. يقول له الشيخ أعطني مما أعطاك الله. الرجل يلتفت إلى الشيخ ويقول أنا ما عندي شيء، أنا رجل فقير ما أملك شيئا من حطام هذه الدنيا. يقول يؤكد عليه يكرر عليه. الرجل هكذا يصنع ويقول هتيت، يعني ما عندي شيء، ما أملك شيئا في هذه الحياة. يقول لا لا أريد من هذا الحطام، ولكن أريد أن أحصل مما أفيض عليك. يقول كيف؟ يقول أن الإمام الحسين صلوات الله عليه هو الذي أرشدني إليه. الرجل يتغير لونه. أولياء الله لا يحبون أن يعرفوا. في الروايات وكان غامضا في الناس، لأنه يعمل لأجل الله، يعمل لآخرته، لا يحب أن يطلع الناس على عمله. يمشيان إلى أن وصلا إلى زقاق معروف هنالك باسم زقاق شير فضة. يدخل هذا الرجل المتواضع في الخان، خان بيوت للمسافرين، ويقول له غدا صباحا بكر علي وتعال حتى نرى ماذا نصنع. الشيخ عبد الكريم الخائري رحمة الله عليه لا يستطيع أن ينام تلك الليلة، لأنه وصل إلى أمنيته. يأتي الصباح
يصلي صلاة الصبح، ينتظر قليلا إلى قرب طلوع الشمس ويتجه إلى ذلك الخان. عندما يصل إلى ذلك الخان يسمع صوت بكاء وصوت نحيب. يأتي يقول: ما القضية؟ يقولون بأن هنالك رجل غريب في هذا الخان توفي البارحة أو توفي في هذا الصباح. يأتي ويجد أنه هو صاحبه. هذا الرجل عندما عرف بأن قضيته انكشفت، بأن السر الذي كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى قد انكشف للآخرين، يطلب من الله سبحانه وتعالى وفاته، والله لا يرد دعوة مثل هؤلاء الأولياء. رجل لا يعرفه أحد، يعيش غريبا فقيرا في خان متواضع، ولي من أولياء الله. لا تحقرن عبدا من عباد الله، فلعله ولي من أولياء الله. الشيخ عبد الكريم يتولى تجهيزه وتكفينه وغسله ودفنه ويعود. الشيخ عبد الكريم كانت له ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه أنا بقيت هذه القضية تحز في نفسي، لأنني أصبحت سببا في وفاة هذا العبد الصالح. أنا إذا ما كنت أتعرف على هذا العبد الصالح لعله كان يعيش فترة أخرى، كنت سببا في يثن عائلته. هاي ملاحظة. والملاحظة الثانية أن هذه القضية غيرت روحيتي وأثرت في روحيتي إلى آخر العمر. رجل يرى مثل هذا النموذج، مثل هذا العبد الصالح، لا بد أن يهتز، لا بد أن يبقى إلى آخر عمره وهو يتذكر تلك الروحية الشفافة الطيبة. ولذلك الشيخ الله سبحانه وتعالى وفقه تبعا لهذا التوسل ولهذا الالتجاء ولهذا الدعاء، وفقه إلى هذه الخدمات العظيمة. والشيخ بقي مخلصا وطيبا ومؤمنا وخدوما إلى أخريات حياته ببركة التوجه إلى الله، ببركة التوجه إلى أبواب الله سبحانه وتعالى. نحن يجب علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله لا يعتني بالعبد، لا ينظر إلى العبد إلا بالدعاء. في كل خطوة يوجد هنالك دعاء. قبل الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء، عندما تركب السيارة دعاء، في كل يوم من أيام شهر صفر يوجد هنالك دعاء لدفع الآفات ودفع البلايا. الإنسان يجب عليه أن يصمم، يسلك الطرق الطبيعية، ولكن يعرف أن كل شيء بيد الله. يتوجه إلى الله، يستمد من الله التوفيق والتقدم في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.